كنت صراحة ما زلت ما تعرفتش، يعني نعرف المولدية معناتها من عمالقة الفرق الإفريقية والعربية، ما زلت ما تعرفتش. لكن معناتها أنا بطبيعتي ومسيرتي في التدريب 90% تقريبا نجاحات، ما هوش عائق بالنسبة لي باش أنا الأهداف متاعي هو نجاح. ومتأكد كونه معناتها قدرة إله، فما كان نجاح وفما كان الإيجابيات والخطوط. بالنسبة للخطوط العريضة، شنو هي الخطوط العريضة؟ أول حاجة عندنا مهمة قصيرة المدى، وفما خطة طويلة المدى. هذه نتفقوا فيها الجميع مع الاشتراك مع الجميع. وأنا بطبيعتي راني نشاور مع جي كونسول طول الموت، معناتها ما عنديش مشكل، مانيش كما يقولوا بعض ساعات يقولوا ديكتاتور، مانيش ديكتاتوري، فهمتني؟ جيت كونسيل طول الماضي ونحترم الناس الكل ونقدر الناس الكل وناخذ بآراء الناس الكل، ولا في الخير ربي يسهل فيه، معناتها بالكونسلتاسيون افيك طول الماضي.